أتمنى أنا خلال فترة ما تتجاوز الشهر لأنه إحنا مقبلين على إجازة العيد. يعني عقد اليوم في مقر محافظة طول كرم اجتماع للمجلس التنفيذي. يعني أولا وجهنا التهنئة لأبناء المحافظة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا الفلسطيني وهم بألف خير، وأن يكون العيد القادم إن شاء الله في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. وأيضا قدمنا التهنئة لشعبنا الفلسطيني باسم المجلس التنفيذي بمناسبة حصول دولة فلسطين على عضو كامل العضوية في منظمة اليونسكو، وهي ثاني أهم منظمة على مستوى العالم، وإن شاء الله سيكون هذا الانتصار على طريق تحقيق مزيد من الانتصارات بدءا بقبول دولة فلسطين كعضو في هيئة الأمم المتحدة. وأيضا قمنا باستعراض أنشطة مختلف المؤسسات التابعة للمجلس التنفيذي، وأيضا يعني طلبنا من كل اللجان التابعة للمجلس التنفيذي للعمل في المستقبل بشكل جدي أكثر وبشكل فاعل لمواجهة كل التحديات القادمة على شعبنا الفلسطيني. وقدمنا الشكر أيضا لخادم الحرمين الشريفين على المكرمة التي يعني أعطيت للأسرى الفلسطينيين الذين خرجوا في عملية تبادل الأسرى، وقدمنا التهنئة لأسرانا البواسل بمناسبة خروجهم من سجون الاحتلال بعد يعني هذه المعاناة الطويلة. وإن شاء الله سنعمل في إطار العمل الجماعي من أجل تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني بكل الاتجاهات.